السلام عليكم ورحمة الله. أجل في اللون يبان لي باللي الجنرال خالد نزار الرقيب السابق للجيش الاحتلال الفرنسي عنده شوية أحلام. سي نورمال مع الراجل الخرف، وكان مرض، كان عنده ورم في مخه. من اللي نحلوا الورم هذاك في مخه، في عمل عملية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعد مشى دار كونفاليسونس في إقامة تابعة للسفارة الجزائرية في تشيكيا، وكان ذاك الوقت معاه محمد سمراوي في سنة 94. المعلومات هذه يعني ما كانش تمسخير معايا، كي نجبدلو الرسمي. من اللي نحى ذاك الورم والراجل تخرخل شوية، ودرك ولا يحلم كي شاف بعتلو طائرة رئاسية استحلاها. استحلى هذيك الطائرة الرئاسية، واستحلى هذيك القاعدة وكذا، وحبط شاف روحو باللي وين يروح يفرشولو الطابيروج. نظام الأزلام، نظام مبني على الأزلام، نظام مبني على الرخص والذل. إيه، ولكن حاجة اللي هذا النظام اللي يجهلها هو أن الشعب ما هوش في صورته، ما هوش في صورة نظام صحة. كاين هذيك 25% تاع بوصبع الزراق وبورخسون وبنذلون، هذوك ما يديروا والو. دونك نزار شوية بدا يحلم، إلى ما نعرف عليه خايب، ويطلق في الازلام تاعو يقولوا بلي راهو راح يخلف تبون، وجابوه لخلاف تبون على ذكرى مخليين تبون برا ودخلوه هو. شوف العصابه هذيك كيفاش تخدم يا خوتي. هاك تشوف رايس عينوه، حتى ماهوش شعبي، ما عندوش الشعبيه، ماهوش منتخب، ماهوش كذا، ولكن ما يحشموش على روحهم، هما اللي عينوه، هما اللي جابوه. درك مخلينه برا، قال ريح في الخارج وروح تجيب واحد كان محكوم عليه 20 سنة حبس، سمعت، ومطالب قضائيا بتهمة الاختلاس والفساد وتبييض الأموال والتهريب الضريبي، كامل هادو عليه، ودير له موندا داري بهذا التهم هادو، بالإضافة ذاك الموندا تاع الخروط وتاع العسكر ما نعملش بيه أنا. السيد دخلوه، أنا يشوف روحو راح يخلف تبون. الور لازم نذكروا بعض المعتوهين، دي زيديو، العصابه فيها بزاف لي زيديو، اللي بالكش يحسب بلي نزار عنده شعبيه ولا. نذكروا بهذا الصور اللي التقطت اثناء الحراك، وشوفوا هذا الفحله الجزائريه واش راهي تقول عليه. السلام عليكم ورحمه الله. أول واحد اللي لازم يتحاسب واللي راهو يعني مطلوب في المحكمة الدولية المجرم خالد نزار اللي سيدوه. اللي جاب لنا المملكة البوتفليقية، نزار اللي تسبب في مقتل بلوس دو 250,000 مار، أكثر من 19,000 مفقود. اليوم لازم نجيبوه، نعم، ونحاسبوه، نعم. هو من صنع العشرية السوداء، نعم. هو اللي ورط الجزائر، نعم، في الحرب الأهلية، نعم، نعم. مطلوب نزار، نعم. يعني نزار رأس العصابة، نعم. هو اللي ورطنا، نعم. احنا اليوم ما نسيناش العشرية السوداء اللي ولاو يهددونا بها. كل مرة يخرجوا الجبانة الخوانة، يخرجوا في الشاشة ويقولوا لنا تقبلوا الوضعية ولا نرجعوا لكم للدماء. حنا نقول لهم يا جبناء ويا سفلاء، اليوم الشعب راهو واعي، وحنا رانا سوليدير، حاجة ما تقسمنا. يخرج القايد صالح ويقول ويندد علاش قطعنا الندوة، ندوة بن صالح الخاين، يعني ما راهوش ميبا جزائري. نقولوا هذيك الندوة، الندوة هذيك بن صالح ما يقدرش حتى ينظمها في داره. بن صالح مجرد طرطور، ما يهش ما ينش، انسان فاشل سياسيا وصحيا. وما دام القايد صالح قبل انه يكون جزء من هذه العصابه وهذا النظام الفاسد، احنا اليوم
الاستقالة، درنا ثقة فيك. استعملنا بتفعيل المدامية وتنين بصح 7 و8 ما دارها لناش، يعني احنا استعملنا برد دارلنا تاريخ. واليوم نقولوا للقايد ما عندناش ثقة فيك في خدنا في الشعب، وانتوا لازم تكونوا سوليدار، ردوا بالكم يا قسم الله. والعدالة هذه نطالبها، تحاسب كل العصابة. وربع جويلية ما كانش انتخابات، ويحيى صاحب المهامات القادرة اللي مازالهم يهضروا ويقولوا لك الشعب الجزائري، يعني داروا لنا لو دو جوا لافينيات، واحد ما يشري القسيمة تاع السيارات، واحد ما يزيد يخلص اون تاكس يخلصوها ولادهم وتخلصها العصابة، ونطالبوا مصادرة الأموال. وحنا ما يهمناش إذا كان القايد خرج ويقول أنا توفيق نحيتو لي كارت كور، أنا ما يهمنيش هاد لي ريكلومون دو كونت، يهمني تروحوا، يهمني تروح العصابة، ونرفضوهم رفضا قاطعا.